حاجه خفيه. احنا كنا وصلنا النقاط. هيقول له اوكي عندك حق. انا اعتقد ان في حاجه خفيه. طيب هيقول له عندك حق، عندك حق وانت صح، خلاص اللجنه الاولمبيه تسكت. طب يعني ما اخدش في مشكله، انا مش يعني عايز يا سيادة العميد حد من الطرفين يتنازل. طب استنى عشان حد من الطرفين يتنازل. يعني انا عايز اسالك سؤال، هو الوزير خالد عبد العزيز اللي انا بقول لك الذي افسد انتخابات اللي فاتت خالد عبد العزيز بالظبط كده، انا اللي بقول وانا رحت له مكتبه وكان معايا الله يرحمه امس عبد العال وكان معايا مجدي ياسين الحمد لله. انا بقول لك اهو تاخير الكشوف ونكاد نكون اشتبكنا في التليفون وخالد عبد العزيز بهذا الموقف السلبي اللي هو عامله. يا اخي انا وزير سياسي، انا في النهايه وزير كمل سياسي. كمل عليها بس صح. لو ايه اللي هو يعمل ايه؟ طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد ثم خالد عبد العزيز. انت مالك من طاهر ابو زيد؟ ما انا بقول لك هو اللي بدا. انا رايي ان طاهر ابو زيد هو اللي فتح انتخابات افضل وزير رياضه جه في تاريخ مصر. لا احسن رئيس وزراء ماشي كويس، لكن في انتخابات الاهلي افسدها. افسدها بالمشاركه مع خالد عبد العزيز. يعني افسدها، جاب مجلس اداره عمل الانجازات دي كلها يبقى افسدها. لا يبقى افسدها. هو لما كان طاهر ابو زيد بيعملها كان عارف مين هيترشح. مين؟ ما كانش يا عم طاهر ابو زيد عمل انتخابات بخلاف القانون. لا مش صحيح، اللجنه بتاعتك ما كانتش قانونيه. لا قانونيه، ما انت مش عارف. خلينا نعمل حلقه بقى لان احنا ما كناش. تعال لنا يوم الخميس. انهي خميس؟ الجد اللي جاي ده اهو. بس انا عايز اقول لك معلومه بس قبل ما اقوم، احنا ما كناش لجنه بتعمل انتخابات، احنا كنا لجنه اداريه. انا هجيب لك صور اعضاء اللجنه القضائيه، الهيئه القضائيه اللي كانت بتدير، ولم يسمحوا لواحد. انا عايز القرار بتاع حضرتك. كنت حضرتك قراري انا لجنه اداريه تحل محل رفع الانتخابات. لا يا فندم يا سياده العميد، كنت في هذه انا هجيب لك القرار. خلينا بس في الربط بين الموضوعات. كنت في هذه اللجنه، كنت موافق على ان النادي الاهلي يعمل لائحته. مجلس الاداره القائم وقتها ومجلس منتخب لا اترفض، حط مشروع مطار ابو زيد اترفض نفس بعد ما وافق له. كويس وحش في النهايه الموافق كان في وعاقب لائحه، عاقب الجهه الاداريه. مش كان من الممكن الاهلي من خمس سنين يملك لائحته ويدير اموره وما يحتاجش دلوقتي؟ ده ما كانش القانون بيسمح له. ما انت ضد القانون. انا قانون لا انت قانون بتقول القديم. انا مش معايا القانون، انا مع النادي الاهلي. انت عايز الصراحه؟ القانون القديم كان حاطط مسؤوليه في رقبه الوزير اللي هو بيتهرب منها دلوقتي بموجب القانون الجديد. استاذ ابراهيم اعتقد دهمنا الوقت واستمتعنا بالمناكفه. لسه معانا وقت عشان نوصل. لانه بيقول لي زهقت ولا ايه؟ في دقايق. لا لا لا.